بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. عليك أزكى السلام والنور يا آل العبد الشكور، وسبحان اللي باري الروح، سلام الله عليك يا نوح. ونوح بينادي كل نهار وينصحهم بالاستغفار، وكانوا للصنم ساجدين، كانوا للصنم ساجدين. عليك أزكى السلام والنور يا آيال العبد الشكور، وسبحان اللي باري الروح، سلام الله عليك يا نوح. أو نصرى دي ناس صالحين، محولهمش للأصنام غير الضالين. سواع ويعوق أو نصرى دي ناس صالحين، محولهمش للأصنام غير الضالين. عليك أزكى السلام والنور يا آيال العبد الشكور، وسبحان اللي باري الروح، سلام الله عليك يا نوح. سنين بتفوت ونوح راح يبني في سفينته، ويدعي للهدى والنور، فضل يدعي لرب وفاضي الماء من التنور. سفينة شايلة كل زوجين على عالم جديد رايحين، بعلم ودين، وكان المرسى عالجودي، ونوح قال للحياة عودي، وآخر كلمة حنقولها قال لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. أزكى السلام والنور يا آيال العبد الشكور، وسبحان اللي باري الروح، سلام الله عليك يا نوح. عليك أزكى السلام والنور يا آيال العبد الشكور، وسبحان اللي باري الروح، سلام الله عليك يا نوح. عليك أزكى السلام والنور يا آيال العبد الشكور، وسبحان اللي باري الروح، سلام الله عليك يا نوح. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله محمد وعلى أنبياء الله ورسله أجمعين. الآن الكل في صراع كبير، لقد انقسمت المدينة إلى فريقين، أهل الحق مع نوح عليه السلام، وأهل الباطل مع الملأ الضال.
من أراد أن يكون معنا في حربنا ضد نوح وأتباعه فليعلن. سنعطيه مالا وجاها. كلنا نعمل ضد نوح، هذا الرجل المجنون، فمن معنا؟ ماذا تقولين عن أبي يا سمراء؟ ما قلت إلا ما قالته أمك يا يافث. وماذا قالت أمي أيتها الكاذبة؟ قالت إن أباك نوح مجنون. لقد نصحكم أبي، ولكنكم لا تحبون الناصحين، فحسبنا الله ونعم الوكيل. كلنا ضد نوح وأتباعه. حسبنا الله ونعم الوكيل. لكم منا الأموال والذهب والفضة. حسبنا الله ونعم الوكيل. عليك أن تكوني معنا يا وغلة، فالآلهة معنا ونحن معنا الواحد الأحد. الذهب والفضة، المال والجاه والسلطان، ما عند الله خير، ما عند الله خير وأبقى. فكري فيما هو قادم. أي قادم هذا الذي تتحدثين عنه؟ العز، الجاه. عزنا وجاهنا في اتباع نوح. سيفشل نوح، فكلنا نعمل ضده يا واغلة. نوح مؤيد من قبل رب العالمين. ليس هناك رب سوى آلهتنا. لا أريد الحديث كثيرا معك يا والهة، أسأل الله أن يهديك إلى صراطه المستقيم. لقد نصحتك وفعلت ما يجب علي فعله، ولتتحملوا جميعاً غضب آلهتنا. أين كنت مختفياً يا مهدي؟ كنت متعباً. وما هذا الجرح الذي في كتفك؟ كاد قلبي أن ينخلع على مهدي بعد أن سأله أبي عن الجرح الذي في كتفه. الحمد لله رب العالمين أن نجا مهدي من هذه الطعنة. الحمد لله رب العالمين. طاغورة، هل اتبعت دعوة نوح؟ نعم، لقد ساوى دين نوح بين السادة والعبيد. لقد أيقن قلبي أن دين نوح فيه الهدى، فيه الحق. لقد أيقن قلبي أن نوحاً هو نبي الله. ولكنني أخشى على نوح. كيف يا طاغورة؟ الكل يستعد للقضاء على نوح وعلى أتباعه. نعم، يريدون حرق أخشاب المدينة كلها حتى لا يقوم نوح بصنع السفينة. ترى ماذا ستصنع يا نوح؟
اللهم أغثنا وامكر لنا ولا تمكر بنا يا رب العالمين. أنت يا هذا، عليك أن تنصح أباك أن يعود من هذا الذي يفعله. ألا ترجع أنت عن عصيانك لأبيك يا كنعان؟ أي معصية تقول عنها؟ فأنا أعبد الآلهة. ونحن نعبد الله، فهيا يرجع عن عبادة الأوثان وأطع أباك نوحاً. لقد أصبحت وحيداً بعد أن أصبحتم جميعاً على دين أبيكم. بيدك أن تكون معنا يا كنعان. لا، لا أريد أن أكون معكم، فأنا على الحق. ستعلم في يوم قريب أنك على الباطل. بل أنتم على الباطل، أنتم على الباطل. عسير، ماذا تفعل؟ أخلع كل الأشجار. لماذا تخلع هذه الأشجار؟ هذه أوامر السراجي والسامق، أن أخلع كل الأشجار حتى نحرقها. ولماذا تحرقونها يا غبي؟ حتى لا يستخدمها نوح في بناء سفينته العظيمة. يا لها من عقول عجيبة. ماذا تقول يا شائك؟ لا شيء، لا شيء، استمر في غبائك. ماذا؟ أقصد استمر في عملك. يا تغورة، احمل الزبدة والعسل للفقراء. جزاك الله عنهم كل خير يا هوزاء. إنه رزق لهم من عند الله يا تغورة. هيا 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 أسرعي. ولكن كيف سنخرج به؟ اطمئني، معي مفاتيح أبواب خلفية. هيا هيا. ما هذا الطعام؟ ومن الذي أتى به؟ إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. علينا ألا نبقي شجرة واحدة على وجه الأرض. نعم، حتى يفقد نوح الأمل في صنع سفينته الوهمية. أنا لا أعرف كيف لهذا الرجل أن يضحي بالمال والجاه من أجل أفكاره الغريبة. نحن نحاول بشتى الوسائل أن نقضي عليه، وسنفعل. هيا 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 اقطع هذه الأشجار حتى نذهب ونأخذ الأموال. أنا ما فعلت هذا إلا من أجل الأموال يا عسير. وماذا لو نجحنا في تحطيم نوح ومن معه يا ناكر؟ ستكون لنا مكافأة عظيمة من السامق والسراجي. نعم نعم نعم، هيا هيا اقطع الأخشاب. هيا لم يتبقى لنا الكثير لنكون قد خلعنا كل أشجار المدينة. المهم أن يكون لنا النصيب الأكبر
فلقد تعبنا. نعم يا عسير، ولكن فشل نوح هو ما يسعدني ويسعد زوجتي سمراء. سمراء كبيرة البيت. يا رجل لا تقل هذا، إن سمراء زوجتي. لا عليك لا عليك، كلنا نعرف أنها صاحبة الكلمة الأولى والأخيرة. من الكاذب الذي قال لك هذا؟ ماذا؟ هذا كذب، فأنا رجل البيت وأنا من أحكمه. صدقت صدقت، ونحن كاذبون. هيا هيا استمر في السير، هيا.